أهلا بكم تابعين قناتي قناة مصر الآن. جدل بسبب أغنية روبي الأخيرة 3 ساعات متواصلة بتوقيع عزيز الشافعي. نشبت أزمة بين الفنانة روبي ونقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، وذلك على خلفية أغنيتها الأخيرة 3 ساعات متواصلة، والتي أثارت الجدل بسبب كلماتها التي اعتبرها الجمهور كلمات جريئة للغاية، وهي الأغنية التي كتبها ولحنها عزيز الشافعي. وقررت نقابة المهن الموسيقية عقد اجتماع لبحث أزمة الأغنية التي أطلقتها روبي في الساعات الماضية، ولم يصفر الاجتماع عن أي قرار حتى الآن. ومن المقرر أن تصدر النقابة بيانا توضح فيه ملابسات الأزمة مع روبي. وكانت روبي حددت من قبل تاريخ 10 أكتوبر الماضي لطرح الأغنية الجديدة، ولكن قررت تأجيلها بسبب اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. الجديد بالذكر أن الفنانة روبي شاركت خلال دراما رمضان بمسلسل حضرة العمدة، وهو من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب. من جانبه تحظى صور روبي الفنانة المصرية الشهيرة بمتابعة وتفاعل كبير من جمهورها على مواقع التواصل، لما تتسبب به من جرأة وإثارة. الفنانة المصرية روبي من مواليد 8 أكتوبر 1981، وبدأت مشوارها الفني عام 2000 بدور صغير في فيلم يحمل اسم فيلم ثقافي للمخرج محمد أمين، واسمها الحقيقي رانيا حسين محمد توفيق، وشهرتها روبي، ومنحها القدر الملامح الشرقية الجذابة، لكنها لم تتميز في التعليم وحصلت على مجموع ضعيف في الثانوية العامة، الأمر الذي دفعها للانتساب لدراسة الحقوق بمحافظة بني سويف في صعيد مصر. تعلقت روبي بالغناء والتمثيل منذ الطفولة، لكنها لم تفكر ذات يوم في الاحتراف والشهرة، إلا أن الصدفة غيرت حياتها عندما رآها مغني بولندي في محيط الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وكان يفكر في تصوير فيديو كليب لإحدى أغنيه، وطلب منها مشاركته في التصوير، وتحمست روبي للفكرة، وبعدها قررت أن تستمر في العمل داخل الوسط الفني. في 2001 جاءتها فرصة رائعة عندما رشحها المخرج يوسف شاهين لدور مهم في فيلم بعنوان سكوت هنصور، وجززت من خلاله بولا ابنة الفنانة لطيفة. وفي هذا الفيلم نصحها شاهين بالتخلي عن اسمها الحقيقي ومنحها اسم روبي ليكون هذا الاسم علامة للنجومية. بعد ذلك التقت روبي بالمخرج والمنتج شريف صبري الذي تحمس لموهبتها، وقام بإنتاج وإخراج أول أعمالها الغنائية عام 2003 وحملت اسم انت عارف ليه. وتعرضت روبي لانتقادات عديدة بعد طرح الكليب الخاص بالأغنية بسبب جرأتها الشديدة، ولكنها لم تهدأ أو تغير منهجها، وطرحت أغنية أخرى مثيرة أحدث لها جدل واسعا وقتها وحملت اسم ليه بتداري كده. حقق لها شريف صبري الانتشار السريع وبات اسمها معروفا للجميع، وبذكاء شديد قرر أن يخوض بها تجربة سينمائية وأنتج لها فيلم 7 ورقات كوتشينا. توهجت روبي في عالم التمثيل، ولكنها لم تتجاهل حبها للغناء، وفي يوليو 2021 طرحت ألبوم بعنوان على سهوة، والذي ضم مجموعة متنوعة من الأغنيات، وكلها حققت نجاحا لافتا ما دفع منظمي الحفلات في مصر والعالم العربي إلى الاستعانة بها في حفلات ضخمة. وفي نهاية الفيديو لو عجبتك أخبارنا ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك أهم وآخر الأخبار على مدار اليوم.